تحدث ناشط عن مصير المياه المتدفقة وعدم استمرارها لسد الجفاف في الصيف بسبب الإهمال الحكومي. دعونا نستمع إلى ما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشريط الحدودي مع إيران من ناحية السيبة التي أصبحت قراها غارقة بالمياه. ليلة وضحاها المياه وصلت إلى منازل المواطنين وسكناهم وإلى مزارعهم، وبالتالي اليوم المناشدات لا نعلم. اخوان الاعزاء، شوفوا البيوت شلون فايضه، المنازل شلون فاضت بالمياه. اكثر من 10 قرى فاضت بالمياه في ناحيه سيبه. الحلول شنو؟ ماكو حلول. كان المفروض اكو حلول. هذه المياه مو مالحه، مياه زينه، يعني مياه صالحه للاستخدام. ليش الحكومه ما سوت قنوات او خزانات حتى تخزن هذه المياه تستفاد من عندها؟ احنا مو عندنا ازمه مياه، ليش قاعد تروح هاي المياه للبحر؟ وليش دخلت على القرى؟ اذا التخطيط ما موجود من قبل وزاره الموارد المائيه. صاحب مزرعه وصاحب بيت الان اجي يناشدنا. الله يساعدك حبيب قلبي، احكي لنا عن معاناتكم، شلون جتكم المياه؟ والله المياه جتنا فجاه، يعني تدينا من عندها، دمرت بيوتنا، دمرت بساتيننا، يعني مو بس هاي المنطقه، هاي القريه نعم كذا من ابو القصير ترى رايح للراس بشلفه، يعني تدمرت، يعني فجاه هيك جا الماي. شلون هاي السيول اللي تطلع بالتلفزيون؟ نعم هيك جانا الماي، اخذنا كرف نكرف. عندكم مزارع؟ شايف تشوفه بعد هاي مزارع ادوانم، هاي انا عندي 7 ادوانم ونص راحت دمرت. احنا على موسم يعني الصيف، ناس مزارعين، ناس فلاحين، بعد شو نسوي؟ ناشد خسار اليوم. اي والله كذينا حيل، بس حلالنا راح يعني كذينا. الدولة ما مستفاد من هالمياه؟ ما تستفاد من هالمياه؟ تستفاد من هالمياه. هسه الدولة هي لو تسوي خزانات لهذا الماي، حرامات هذا الماي كله ماي حلو وماي، بس الأحسن من هذا الماي المالح اللي كنا احنا نعاني من شحوحة المياه. صح. وماكو ماي، يعني ليش هسه مو محرمات هذا الماي هيك؟ يعني العام جاي استاذ جاي يطوب يطوب العام الماي مالح، يجوك انت ماي مالح، هسه ماي عسل انا اشرب منه، ليش ما تستغله؟